كنت ضحية في العنف الرقمي، كنت ضحية في العنف الرقمي، واتصلت بالمنصة ديال العنف كلنا معك، وقفوا معايا الحمد لله، ووصلت واحد المرحلة أنني صافي، يعني وصلت عائلتي بدا سمحوا فيا. أول حاجة سمحت فيها عائلتي كاملة، وما بقيت قادرة نخرج للزنقة لا حتى شي حاجة، يعني بحال صافي ساليت صافي، يعني تحطمت كلي. ولكن الحمد لله ملي جيت للاتحاد الحمد لله وقفت معايا أستاذة باتول بزاف، ومني مشيت وصلت يعني بقيت ساكته وهدرت، ومني وصلت انا ويا الكوميساريه الحمد لله عرف راسو اش دار ودار التزام. دابا ما بقاش كان دار واحد الباج بسميتي انا، ومني وقفت معايا استاذه باتول حيد داك الباج ديالو ودار التزام انه عمره ما باقي يتعرض ليا. وانا كنصح الدريات كاملين اللي عندهم نفس هذا المشكل ما يبقاوش ما يسكتوش، يجيو للاتحاد وما يكون غير الخير ان شاء الله. شنو طبيعه هذا العنف؟ شنو وقع لك؟ دار واحد خدا لي، انا كنت كنعرفو شحال هادي وخدا لي، كنت خرجت انا ويا، ما كاينش شي بنت ما خرجات، كتخرج كتمشي للقهوه كتمشي للجرده اي بلاصه، وكنا خدينا التصاور. ومني تفارق، مني كانت ماما ماتت الله يرحمها، صافي بغيت نتفارق معاه، هو قال لي بغيتي تفارقي معايا انا هذا التصاور غنلوحهم في الفيس. قلت لي صافي دير اللي بغيتي، لاحهم في الفيس وهزت التصويره ديال خويا وكتب عليه شوف اختك فين وصلات. صافي من تما هنا هي فاش جيت انا دخلت لهنا للاتحاد وصافي وحيد الباج. يعني شنو هي كما تقول بصح الاضرار النفسيه اللي سببت لك في هذا الشيء؟ النفسيه تحطمت كلي كامله. انا يعني جيت هنا فاش دخلت للاتحاد لهاد الاستاذه، يعني جيت محطمه كلي، ولكن دابا الحمد لله ما بقاش هذاك الهضره. حتى الفكره ديال الانتحار؟ اه، ولكن الاستاذه باتول حيدتها ليا من دماغي كاع، والاخصائيه حتى هي الحمد لله حيدوا لي هذه الفكره كامله كلها. يعني كانت مرافقه ديال الاخصائي النفسيه؟ اه، وخصوصا وسدباتو بزاف. شنو النصيحه؟ نعاود النصيحه، انا كنصح البنات انهم ما يسكتوش، واخا تكون شي حاجه بسيطه انهم ما يسكتوش، يجيو للاتحاد وما يسكتوش، اي حاجه واخا تكون شي حاجه عاديه انهم يجيو للاتحاد ما يسكتوش. طحت انا ما بغيتش البنات الاخرين اللي طاحوا فيها، ونصحهم ما يبقاوش يتصوروا ويحدوا تليفوناتهم بزاف، يحدوهم وما يبقاوش يتصوروا مع اللي كان، يحدوا تليفوناتهم خصوصا في هذه الوقيته اللي حنا فيها. قال لي لا، قال لي بقاي معايا ما تفارقيش معاه، قال لي بقاي معايا ولا نلوح لك ودار باج ولا حليت تصاور ودار تصويرتي في هذيك الباج ديال الفيسبوك. يعني انت هذه المرحله ديال الازمه النفسيه تجاوزتي؟ اه تجاوزت الحمد لله 100%. كيفاش بديتي حياتك الان؟ الحمد لله فاش جيت للاتحاد وليت كنحس بها دارنا الثانيه، ودخلت دابا كنقرا مربيه، بقى لي غير هذا العام ان شاء الله وغناخذ الدبلوم ديالي ونمشي نخدم وندير المستقبل ديالي ان شاء الله.